نظم مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ندوة حول الترجمة الأدبية للنص الأمازيغي. وحسب الباحثة بالمركز السيدة الكولالي سليمة، فإن الترجمة الأدبية للنص الأمازيغي تقتضي السفر في مخيلة الكاتب للإحاطة بكل ما أراد التعبير عنه في كتابته. بالنسبة للترجمة إلى اللغة الأمازيغية، هناك يعني عدة كتب ترجمت من لغات عالمية إلى اللغة الأمازيغية وكذلك من اللغة العربية، ونلاحظ أن هناك انكباب أكثر على الترجمة الأدبية من الترجمة القانونية، ربما لسهولة أو هو في الحقيقة أمر صعب، ولكن المترجم يرى أن النص الأدبي أسهل من ترجمة النص القانوني، لأن اللغة القانونية يعني لغة لا تتوفر على البلاغات ولا على الصور. هذه المحاضرة تحت عنوان ترجمة النص الأدبي إلى الأمازيغية المشاكل والحلول نظمت بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، وتم التوضيح خلالها أن الترجمة الأدبية تقوم على تحليل النص وليس على اللغة، ويتوجب على المترجم أن يبدع نصا جميل الأسلوب وله تأثير في نفس القارئ مثلما كتب في اللغة الأصلية.